صباحكم الله بخير يا جماعة، شلونكم؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير. بعض الشباب طلبوا مني جلتش البطاقات بعد ما اشتروا دور الكوليكتر، فاخترت هذا جلتش لهم. المكان مناسب يعني، ما شاء الله كلهم بسيط وسهل وبسرعة يجمعون البطاقات بهالمكان هذا. داخل البيت تروح البطاقة مثلث، تمسكها بدون تأخذها، بعدين ستارت بوغريكس ستوري ميشن، بعدين شاين، بعدين قبل الأخيرة لأن أقرب مكان راح يردك لها يعني مربع. مثل ما تعودنا عندك وحين ثانية واحدة بس تاخذ بطاقة، فخليك سريع واضغط اكس قبل دخلك المود اكس واخذناها. واول ما يدخلك المود اطلع يسار فري روم، بس خلنا نتأكد من البطاقة. وهذه البطاقة معنا، بعدين يسار فري روم آخر وحدة، وراح يردك على مكان جدا قريب من مكان البطاقة. ومثل ما تشوفون يعني وداك مكان حي قريب من البطاقة. وبس كرر الخطوة 10 مرات وروح مدام نزار وبيعهم، يعني اتوقع سهل وسريع بعد. واللي عنده سؤال اكتب لي تحت، ويعطيكم العافية والسلام عليكم.